الحين يا أخي، جاء يوم من الأيام، تعرفون الأسبوع الميت اللي قبل الاختبارات؟ ايوه، معروف. الأسبوع الميت هذا ما أدري وقتها، يعني على أيامنا كانوا يداومون حقين الابتدائي، نداوم زينا زي الناس الطبيعيين، لكن إيش نفسد في الأرض يا جوج ما جوج. لا إله إلا الله. لكن أنا كنت يعني بزيادة، فكان في باب. كنت دب كذا زمان؟ لا لو كنت نحيف والله جد. اي والله. متى بدأت تدخن؟ والله من تالي، من تالي والله، من تالي. هذا فهمه في اي مرحله؟ يعني من بعد تقريبا المرحله الاخيره يعني، المتوسط تقريبا، على ثاني متوسط اكتشفت وقتها اني اوه والله عندي كرشه كذا، عرفت؟ والله هو من قبل ترى يقولون انك يعني تراك مدبدب وانك كذا، بس ما اكتشفت انا الا كنت مقتنع اني نحيف. المهم كان في باب مسكر في مدرستنا، حلو، ويبغون يعرفون ايش اللي دخل ذاك الباب. هم يبغون يعرفون الشباب كلهم. حلو. هي يبغون يعرفون. يا اخواني احنا كسرنا الطاولات، يعني الله يهدينا زمان الله يهدينا. اي والله كسرنا الطاولات، كسرنا كراسي، يعني خربنا السبوره، ما بقينا شيء، باقي احنا نشوف ايش نعرف ايش ورا الباب ده. قلت بس خلوا علي ازهلوني، جيتهم في عقر داري. كنا صغار يعني، كنا صغار، لكن الواحد ما شاء الله فينا كنا ثور. فجيت بكل عنف وطخ طخ، والباب يعني كان ثقيل، ما كان يعني ينفتح بسهولة، وفوق هذا صغار يعني 10 انفار كذا، مدري 11 انفار وعلى الباب ذا. جيت طق اني اكسر الباب، انه طلع الباب هذا، طلع الباب هذا الخارجي حق المدرسة. اي حق المدرسة، كان خشب ما كان حديد. طيب وانطلق الطلاب والعقاب جالس هيل ولا الباقين؟ لا طبعا، اول ما درى واحد كان فتان نمام ما عجبه والله الى وقتك هذا حقد عليه، ما لقى شيء يفيد ولا الباب عشان يعلم عليهم. الوكيل الله لا يلومه، وقتها مره عصب عصب عصب، اول مره اشوفه هو يعني خلقته تخوف مهيبه، بس كان حبيب إذا عصب وخر عنه، كان مشنب كذا شنب، وإنه يجينا إنه ياخذ الطالب هذا، وجاء عند فصلنا قال ما أنا اللي فيه وكسر الباب. أنا كذا قعدت أناظر فيه، لا تقول لا تقول إننا واضح خلاص درينا. قال هذا بكل برود كذا، إيش هذا؟ هو كان بارد الولد، إنه يقلعك إنه يجيني كذا. والله يا إخوان من قوة الكف، اوف من قوة الكف كذا، اعطاني كف من قوة الكف اني ما احس. لا والله من قوة الكف ما حسيت فيه كيف؟ توتر والله العظيم. لا تسألني كيف، انا جربته قوة والله كف. والله ما تحس، اجل بعد تحس بعدين. والله تحس تحس فيه. تعرف تحس شيء بارد، شيء حار. اي تحس زي حاجة قبل شيء تبنج هنا. لا اي والله، اي والله انك تحس بنج هنا. والله كان عندنا مدير لوي لوي شكلي قبل كنت كذا. ايه كنت يعني متوتر، والرجال ووكينا يعني ما شاء الله يعني عنده يعني بنية كاملة. اي ومشنب، فتشوف كذا وحش جاي لك كذا، وصفقني كف. يعني هو ما يصفق كف كالعادة، ممنوع ترى، بس انه صفق بعد الباب مكسور، الباب مكسور والطلاب طلعوا والطاولات مكسورة، يعني غثى غثى غثى. وانه يجلد ما افتح يدك با، ما افتح با. انا من باب من باب عزة النفس اللي ما ابغى ابكي، بس على خامس جلده اغمز الفتان، بس قول الوعد على خامس جلده خلاص نخيت. يطلع يطلع الصوت هذاك صوت الدوريه والله اقول لك خلاص نخيت على خامس جلده، صوت الدوريه لازم يطلع. والله كان بيكمل لو ما احد وقفه من المدرسين، كان بيكمل والله. في مدرسين والله لو تخليش. اي لكن ترى والله نستاهل، ترى نستاهل والله، يعني الواحد وقتها ما كان يمشي الا ضرب، خصوصا في الايام الابتدائيه. صدق انا خشينا في العميق والمواضيع، وهشام بدا ينبهر بال ايش؟ بدا ينبهر بال شو اسمه؟ بالمواقف، تحرياتي تحرياتي تحرياتي، عرفت؟ ايوه. تدري له موقف في التجاره؟ خرب بيت شياطينك يا شيخ. له موقف في التجاره، موقف مو باي موقف. والله كان انا ايوه. لا بس انا اقول اوضح له بس انه لا اسلم اسلم. هذا كنت تسال فقره سام؟ اي والله اسالك بالله. والله العظيم انه موجود، لكني انتقلت على محور نعم ولا، عشان ايش؟ عشان اذا مداني باساله، لكن الوقت كان ضيق ذاك الوقت، كان نهايته بس. انتقم انتقم، ترى قال انك طاح احرامك. احرامي صدق. ايش موقف التجاره؟ وربك عم تقول